بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بطبق للبطاطا والدجاج في الفرن، ولكن في طبقي السحري أو في مولي السحري أنا اللي كنت درت معاكم من قبل به. المول هذا اللي يجيب الغطاء تاعو صدقوني، ولي ثاني مرة راح نمدح لكم فيه، إلا لقيتوه اشريوه وما تخافوش راح يسلككم يعني حتى في اخر لحظة. يعني حبيتي دي جاك ضيف على اخر لحظة، حبيتي ديري طبق هكا سريع والله غير يعاونك بزاف، تحطي فيه بمجرد انك تبلي الدجاج والخضر تاعك تلوحيه في البلا وتحطيه في الفرن خلاص، يعني واحد 45 دقيقة يوجد لك طبق هذاك، ما تخمميش نهائيا، راح يساعدكم بالبزاف. وزيد بزياده الغطاء تاعو هذا تقدروا تستعملوه ثاني وحده في ليغاتا، يعني تشريوه مش راح تخسروا فيه. والسعر تاعو صدقوني السعر تاعو تقريبا نفسه هو سعر المول الواحد، يعني احنا انا شريت واحد مول بهذا الشكل ولقيت السعر تاعو تقريبا نفسه، ما كانش يعني بيناتهم حاجه كبيره. المهم راح نبدا في الطبق. واش عندي هنايا؟ قطع من الدجاج على حسب افراد العائله. عندي كمية من البطاطا هنايا، حنا في العادة البطاطا لما نشروها كاين اللي تجي حبات لاباس بهم كبار، يعني تقدري تخدم بهم، وكاين اللي يجيو حبات صغار كيما هكا صغيرين هذو، وين يقلقونا شوية في التقشير وكذا. ملاح نديروهم هكذا في أطباق خاصة، نشرشموهم ولا نديروهم هكذا في الليغراتان بالطريقة هذه ولا في الفور يعني. وعندي ثاني هنايا حبه بصل كنت قطعتها شرائح، البصل هذا اللي حيعاون الطبق تاعنا هذا باه يطلق الماء، هو اللي يطلق الماء تاعو يعاون الدجاج هذاك باه يطيب. وعندي مجموعه من التوابل هنا، عندي الكاري، عندي لهنا الفلفل الاسود، عندي الكركم، عندي الفلفل الاحمر الحلو، عندي لهنا الملح، وعندي الفلفل الاحمر الحار لهنا، وكل شيء اختياري طبعا. وعندي طبعا هنايا الزيت كما تحبوا ديروا زيت الزيتون ولا زيت النبات، يعني اللي يكون زيت زيتون تاعها مليح ما فيهش ريحه الافضل دير زيت زيتون يكون احسن. اذا راح نبداو بسم الله. اذا جبت انا المول تاعي هنا، راح نفرش اول حاجه ندير الزيت الاول. اذا نحط كميه من الزيت ما نكثروش، لان الدجاج انا خليته بالجلودة تاعو، يعني بالجلد هذاك حيت زدت يطلق ليه ليدام، واللي نحي الجلد يقدر يزيد كمية من الزيت. نحط شوية زيت ونحط البصل بسم الله هكذا. لما نحط البصل هذا، البصل وحده نتبلو، يعني كل حاجة نتبلها وحدها. بسم الله ندير الملح، الملح ندير كل حاجة، كل تابل ندير له منه شوية. هكذا وبشوكتين نخلط، راكم تشوفوه بلي ما فيهش يعني خدمه كبيره. عفوا هدايا راهي عيستني. اذا راح نضيف البطاطا، نزيد نتبلها بنفس الطريقة. نفس التوابل نحطهم. اذا هنا بعد ما تبلت كل شيء بالبطاطا بالبصل، راح نجيب قطع الدجاج تاعي ونزيد نتبلهم بنفس الطريقة بنفس التوابل، ونحكهم مليح ونحطهم هنا على الوجه.
اذا هنا هاي لك بعد ما تبلت الدجاج كما كنت درت لكم شويه لقطات. اذا هنا راح نحط نص الدجاج تاعي نحطه على الوجه. انا عندي هذو فخاذ تاع الدجاج كل بهذا الشكل هكذا، وندير له شويه زيت على الوجه. بهذا الشكل، اللي تحب تزيد ملح ثاني على الوجه على الدجاج نحبه يكون ملح يعني بزياده الحق، نزيد شويه هكذا بهذا الشكل وانتهى. دوك نغلقوه ونحطوه في الفرن يخدم خدمته ساعه. اذا هكا نغطيه بالغطاء تاعو محكم بهذه الطريقة، نحطه يطيب في الفرن، نشعله غير من الأسفل فقط 180 درجة، يكون متوسط يعني حتى 200 درجة. اللي شفتوه ما حبش يزرب يغلي، راكم تشوفوا البصلة هذيك تبدأ تطلق الماء تاعها تبدا تغلي، قويلو طلعوا لها درجة الحرارة حتى 200 درجة حتى تشوفوها بدا هذاك الخليط البصلة تلقت الماء تاعها وبدا يغلي، ثم نقصوه وخليوه 180 درجة يطيب على غرضه. من بعد تفوت لكم واحد النص ساعة افتحوا الغطاء تاعكم، جبدوه بالأقل سياسة فقط. هنايا حذاري لما تنحوا الغطاء نحيوه غير بالأقل، لان لافابور هذيك لما تخرج راح دير لكم كارثه يعني تحرككم يكون ما تولهوش. اذا نحيو الغطاء وشوفوا الدجاج تاعكم تلقاه اكيد طاب، عاودوا شعلوا له شويه من الفوق يتحمر وقدموه بالصحه والهنا. انا ندخل ان شاء الله يطيب ونرجع لكم. اذا هنا هاولك هنا الدجاج بعد ما طاب هذا وين جبدتو كنت شفتو مقبل عاودت رجعتو. هاولك لهنا طايب الدجاج بشكل جيد، لهنا البطاطا هاي لكثان طايبه. دوك راح نشعلو ياخذ لي تحميره فقط على الوجه، نحتاجو يتحمر ونقدمه. اذا هاولك الطبق تاعنا هنايا واجد، الدجاج طايب ما شاء الله، والبطاطا كيما راكم تشوفوا هنايا كنت قدمتها مع هذاك البصل. هنايا الناس اللي يحبوا كاين اللي يحبوا المرق شويه هكا يقدموه مع الدجاج، انا راه قعد لي ها نوريه لكم برك مزالت الحاله سخونه. هاولك هاك تقدروا ديروا حتى المرق هذاك، انا شخصيا الدجاج ما نحبوش يكون نحب هكا نغمس في المرق، وكل واحد وذوقه في الاكل. المهم انا عطيت لكم طريقه سهله جدا يعني لحظات كما نقولوا تكوني حضرتيه تحطيه في الكوشه يعني مهم 45 دقيقه فقط يكون واجد. نتمنى ان شاء الله تكون وصفتي لليوم نالت اعجابكم وتجربوها باذن الله وتعجبكم. فقط رسالتي ككل مره للاخوات اللي مروا على القناه لاول مره، نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد في القناه باذن الله. ما بقى لي الان غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.